بكلمة مقتصرة استهل الرئيس نبيه بري جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون بخصوص تأليف الحكومة داعيا إلى الوحدة. أما آن لهذا اللبنان أن يكون بمستوى أبنائه الوحدة أيها الإخوة ثم الوحدة، وإلا ستذهب ريحنا. تأخر قليلا الرئيس المكلف سعد الحريري في الوصول إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يفته شيء يذكر، فبدخوله كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يردد موقف حزب الله المعروف مسبقا القائم على التزام الحياد بين عون والحريري، فما كان من الرئيس المكلف إلا أن يسلسل المراحل الحكومية وعرقلة التأليف مصوبا على عون وأزلامه بحسب قوله. هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة التشكيل الحكومة. شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم أجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات. نحن يا دولة الرئيس أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور، فإذا لم نفعل يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور ويعطل الحياة السياسية في البلاد. لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار. منذ اليوم الأول لاندلاع احتجاجات اللبنانيين في تشرين الأول 2019 كان واضحا أنهم لن يقبلوا بالعودة إلى طريقة إدارة البلاد السابقة، ومن ضمنها تعيين الأزلام في مواقع وزارية لمجرد أنهم أزلام. الحقيقة أن الجميع وافق على هذه المعايير باستثناء فريق رئيس الجمهورية الذي يريد للرئيس المكلف أن يقبل أسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وأن يقبل بثلث معطل صريح أو مقنع لفخامة الرئيس وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. هذا الأمر لن يحصل، وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع هي بالقول أنه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم أن يسمي وزراء المسيحيين. لمن يقول هذا الكلام التافه أجيب إن هذا رئيس الحكومة اللبناني 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 لا يريد أن يسمي أي وزير مسيحي ولا أي وزير مسلم. جل ما في الأمر أنه يريد أن يسمي وزراء اختصاصيين غير حزبيين أكفاء. ما على فخامة الرئيس إذن إلا الإفراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. فإني ألتزم أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب اللبناني وأمام الله بأنني لن أكل ولن أمل وسأواصل العمل على استقطاب الدعم لمكافحة الانهيار، كما أعلن في المقابل أنني لن أستجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في أي إخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية. دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة الطواحين الهواء والخروج من الأزقة الضيقة التي علقوا فيها طوال 5 أعوام
فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا. مساندة بر للحريري كانت واضحة بالتصويب على باسيل حينا وعلى القوات حينا آخر. أنا إذا ما حدا حابب يقوم بهالمهمة الانتحارية أنا مستعد أقوم فيها، نقدم لمجلس النواب الأسبوع الجاي. مطلوب منك عملية انتحارية أخرى؟ لا لا لا، هيدي وغيرها ما تعطي الهم. اتفقت أنه يعلى بطاقة انتخابية على أساس أنه يبعثها، مع بطاقة تموينية عفوا، لا بطاقة انتخابية جورج أتأمرش. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفي كلمته رأى أن ممر التأليف يكون في تقديم لائحة بتقسيم الحقائب على المذاهب والفرق السياسية. هل ممكن حصول رئيس الجمهورية على لائحة مفصلة واضحة فيها الوزارة، المذهب، مرجعية التسمية، بصير الاتفاق عليهم وبعدين الأسامي بتصير أسهل شيء؟ فإذا طالما في رفض لاتباع المنهجية ولاتباع لائحة كاملة حق رئيس الجمهورية يطلع عليها، فإذا في تهرب من تأليف الحكومة للأسباب الخارجية يلي منعرفها وللأسباب الداخلية كمان يلي منعرفها. 8 على 24 ما بيطلعوا 3+1، ما فيك تعملهم 3+1 بالقوة. بعدين شو ما كان العدد يلي هو 8 وبصر اللي بده يسميهم رئيس الجمهورية والطشناك والمير طلال، شو ما كان العدد هيدا منه تلت حتى مع رئيس الجمهورية، لأنه بمجتمعنا لما بتسمي وزراء غير حزبيين ما بتمون عليهم سياسيا وما يوخذون الوزراء الموجودين هون. أحسن مثال هيدا زينة بقدر مون عليها برأيك؟ فعمليا مفهوم القصة خبرية التلت نطلع منه. رد مجلس النواب الرسالة من غير إجراء أو قرار، مكتفيا بموقف صوتت عليه الكتل النيابية بالإجماع. اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: نحن لنا حق نأخذ إما موقف أو إجراء أو قرار. عم نأخذ موقف، وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا، ولسنا الآن بصدده كما أجمع الجميع بما فيه الأستاذ جبران باسيل والجميع. والآن طبعا مش محطين هون كلمة جبران باسيل. ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس على ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. نجح الرئيس بري في ضبط إيقاع الجلسة والحد من جنوح النواب نحو الخطاب الطائفي أو السجالات الحادة، إلا أنه لم ينجح في جمع المتخاصمين، حيث اكتفى بلقاءات ثنائية مع باسيل ثم مع الرئيس المكلف. خرج بعدها معاونه السياسي بنشر الأجواء الإيجابية. ثبتنا القواعد الدستورية وأكدنا على أنه الدستور هو الحكم بعلاقات الأطراف كلها مع بعض البعض، ولازم نروح بسرعة لتشكيل الحكومة. الأمور مش مسكرة رغم الأسقف العالية بالخطاب اليوم، في إمكانية أنه نرجع ينوصل لنقطة انطلاق حتى ما نبالغ كتير. ما عاد في أوهام اليوم حول تجاوز القواعد والنصوص، وصار الكل مسلمين أنه في رئيس حكومي مكلف بده يكفي جهده. وفي المعلومات ليس من تصور واضح للخروج من الأزمة بين شريكي التأليف، ولا أفق للقاء بين الحريري باسيل، وكل مسعى للرئيس بري سيكون من خلال مبادرته التي ثبتت الحريري على رأس حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين بلا أثلاث معطلة. رواند أبو خزام، قناة الجديد.